كابتن نروح ناخد تليفون من المغرب مع الأستاذ كتابي الحسين المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي. يا فندم أنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدي القناة النهار المصرية من المغرب، وأهلا وسهلا لكل المشاهدين في الوطن العربي وخصوصا الشقيقة مصر. أشكرك شكرا جزيلا وتحياتنا لحضرتك ولكل أشقائنا في المغرب. خليني كده يعني أروح مع حضرتك لسؤال محدد، يعني يمكن نهضة بركان سمعت إن في بعض الكلام على إن نهضة بركان مستاء من ميعاد السوبر الأفريقي وعلى إنه هيتلعب في مصر، وإن حضراتكم يعني متمسكين بالموعد الأصلي ومكان إقامة السوبر الأصلي، هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ نعم، فاليوم صرح لنا رئيس الفريق السيد حكيم بن عبد الله على انه لم يتوصل رسميا باي موعد من اجراء السوبر الافريقي، واكد على انه ينفي نفيا قاطعا ان يكون نهضة بركان قد قبلت باجراء هذه المقابله داخل الديار المصريه ومتشبث غاية التشبث بإقامة هذه المباراة كما هو كان مقررا لها سابقا بدولة قطر، وكذلك بالموعد البعد الزمني الذي يحدد في نهاية شهر يناير وبداية فبراير، وبالتالي يكون قد أكد فريق نهضة بركان أنه لم يتوصل لحد الآن بأي مراسلة رسمية من الكاف حول اجراء هذه المقابله بالقاهره، وان كان فعلا بان القاف قد حددت السوبر بالقاهره، فان فريق نهضة بركان بكل مكوناته يرفض رفضا قاطعا هذا القرار، ويتشبث بصفه رسميه باجراء هذه المقابله بدولة قطر وبالموعد الذي كان محددا سلفا لهذه المواجهة المغربية المصرية. طيب يعني زي ما حضرتك كنا متابعين قبل كده ان دايما السوبر الافريقي بيكون في ملعب الفايز بدوري ابطال افريقيا، لكن تم تعديل يمكن مباراة او اخر نسختين من السوبر الافريقي وكانوا نسختين استثنائيين في قطر او اتلعبوا في الدوحة، فهل حضرتك دلوقتي لو الكاف اتمسك ان المباراه تتلعب على ملعب استاد القاهره، هل نهضه بركان هيكون متواجد ولا حضراتكم هتصعدوا الموضوع لاعلى من الكاف؟ لحد الان فريق نهضه بركان حسب رئيسه السيد حكيم بن عبد الله والذي اكد رسميا على ان فريق نهضه بركان لا يقبل اجراء هذه المقابله بالقاهره، ومتشبث باجراء هذه المقابله كما كان مقررا لها سلفا بدوله قطر، والا في هذه الحاله في حاله اجراء المقابله بالقاره الافريقيه ففريق نهضه بركان بكل مكوناته التسييريه والاعلاميه والجماهيريه فهو متشبث كذلك باجراء هذه المقابله في ملعب محايد حتى نضمن للكرة الإفريقية مزيدا من النزاهة والشفافية لدى الفرق المتبارية على هذه النوع من البطولة. يعني يا أستاذ كتابي خلينا أكون واضح مع حضرتك في الإجابة، يعني حضرتك أو نهضة بركان متشبث أنه يلعب المباراة على أي ملعب محايد وليس بالتحديد في الدوحة، مظبوط كده؟ نعم، فهو متشبث على إجراء هذه المباراة أولا إن كان قرار الكاف بإلغاء دورة قطر فهو متشبث بإجراء هذه المقابلة في ملعب محايد، في ملعب محايد ليس بالمغرب وليس بالدولة الشقيقة مصر. طيب أنتوا حضرتك ما فيش أي خطاب رسمي جالكم من الاتحاد الأفريقي بيقول إن ميعاد السوبر يوم 10 ديسمبر وان هو هيتلعب في القاهره، مفيش اي خطاب رسمي جه لحضراتكم من الكاف بكده؟ مفيش اي الاجهزه التدبيريه لفريق نهضه بركان لم تتوصل لحد الان باي مراسله من الكاف
تحدد لها البعد الزمكاني للمباراة، والذي يشاع أنه في دولة متر الشقيقة وبالضبط في القاهرة. فنهضة بركان يحدي الآن يحدي هذا الحديث، فنهضة بركان لا زال متشبث بإجراء المقابلة في الموعد الذي كان له الذي كان مقررا سلفا بدولة قطر. وفي حالة إجراء تعديل فلا بد ففريق نهضة بركان سيطالب بإجراء هذه المباراة في دولة أخرى محايدة. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الأستاذ كتابي الحسين المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي. يمكن الموضوع بدأ لما كابتن محمد فضل أعلن أن السوبر المصري هيكون أو السوبر الأفريقي هيكون يوم 10 ديسمبر في القاهرة، ولكن الأستاذ المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان نفى أن أي حاجة تكون وصلت لنادي نهضة بركان من الكاف أو من الاتحاد الأفريقي بتقول أن المباراة تبقى 10 ديسمبر وأنها في القاهرة، والراجل بيطالب أن المباراة تكون في ملعب محايد وأن هي تكون بالتاريخ القديم. التاريخ القديم أعتقد في موعد بعد الموعد اللي كابتن محمد فضل أعلنه وهو يوم 10 ديسمبر. نحاول نتواصل مع الكابتن محمد فضل علشان نعرف يعني فين الإجابة الصحيحة. هل نهضة بركان عندهم حق؟ هل اللجنة الخماسية أو الكابتن محمد فضل بما أنه المنسق العام لمباراة الأهلي والزمالك في نهاية دوري الأبطال وبالتالي هو متواصل مع الاتحاد الأفريقي دايما هو اللي عنده حق؟ هنعرف وهنحاول وهنشوف. كابتن بلال